فيها مازال مكيناش. مؤخرا تم وعدونا بديك بالسلم ديال 5 سنوات باش باش يتلقاو المطافين على مده 5 سنوات. واذا الوزير الداخليه كيلتف كيتناسى هذا المطلب هذا اللي هو كيراهنوا عليه الموظفين بشكل كبير. كتبقى مساله الموظفين الجامعات المحليه كما قلت لك كيشكلوا ثاني اهم قطاع في الوظيفه العموميه، الاقل كيبقوا من القطاعات الاقل دخل في المغرب وكيعانيوا مشاكل جمة. وبهذه المناسبه كنطالبوا بالرفع من الاجور للموظفين وتحفيزهم بتعويضات خاصه. المهم ودائما كيتم اقصاء موظفي الجامعات المحليه في المغرب ملي كتكون شي حوارات هكا، تم اقصائهم مثلا حتى ديك العمليه ديال المغادره الطوعيه وغيرها وغيرها. شكرا.